السلام عليكم الزول في اللوود، كي راكم دايرين؟ على بالكم راهي واحدة ونص تاع الليل، دوك نوريلكم الساعة. راكم تشوفوا بعينيكم راهي واحدة ونص تاع الليل. عفوا عليها، رانا هنا ولا لا؟ هلو، رانا تحت إقامة جبرية في يومين في المكتب هنايا. راكم تشوفوا الأحياء بدات جديدة، كارثة. دونك صافي دو جور كو نو سام اون ريزيدونس سورفيي إيليغال، يا 70 بوليسيي دوغ، 70 شرطة راهم برا. على بالكم أنايا نورمال، تجيني حاجة عادية، حاجة عادية. راكم تشوفوا وين عمي راه شاف القهوة. السلام عليكم. فوالا فوالا، نوريلكم فوالا سي فيفون. واحدة ونص تاع الليل شربوا في القهوة، اللي بغي يشرب القهوة مرحبا بها. أنا تي كافي أب، قهوة الحلوى والعلم الجزائري. بسم الله. ألوغ نبدا بحاجة نضحككم شوية، جو فو فيغ سوغيغ. على بالكم بلي عندنا طوبابيل بيجو 308 من 2014، هذيك 308 اللي داوها في المجلس الدستوري. راكم عاقلين لافير هذي اللي كانوا فيها الاستمارات، وديما طوبابيل نديروها امام المكتب. يعني عندنا هنايا مكتب رسمي تاع الحزب حركة الشباب والتغيير، يعني يخلونا نديرو الطوبابيل امام المكتب. دونك جوست وني اوتوريزي ا ليسي لا فواتور جوست دوفون لو بيرو، باسكو نو افون ان بيرو اوفيسيال. تعرفوا واش داروا الساعة ولا لا؟ هذيك الطوبابيل داوها كم تسمعوا والله لا ضحكنا ضحكنا. من بعد نوري لكم لي فوتو. إل لا بوليس أبلي سوسيتي دو ديباناج بور أنلفي لا فواتور إلا بيت أون فوريير. راكم تسمعوا؟ لا ميم فواتور اللي داوها في 2014 من المجلس الدستوري اللي كانت فيها الاستمارات، اليوم واش داروا؟ سكارا سكارا علينا، داو هذيك الطوبابيل ديباناج وراحت. بصح عندنا هاد ليكم ما كانش فيها الاستمارات، الاستمارات راهم هنايا دوك نوريهم لكم. سي كاتاستروفيك، سي دي زونفون، فهمتوني ولا لا؟ دراري دراري. جو فو مونتخي الاستمارات، فوالا وني دون نوتخ بيرو كوم سا فو فوايي تو سكي ا هوب ان بو دو ان بو ليميير. فوالا استمارات راهم هنا دوك نوريكم اون بارتي ميشي كاع. فراكم تشوفوا اف هذا الاستمارات، هذه ولا في الاورديناتور اكسيتيرا اكسيتيرا باش كيها. بون فوالا، هذه سي بان ضحكوا شويه. هذا مكان مهابل، على بالكم بلي مهابل تقول ذراري صغيرين وديري دي زافون، ماشي دوله عندنا، على بالكم ماشي دوله، الدراري راهم يحكموا في هذا البلاد. سي دي زانفون، سي دي زانفون، سي دي زانفون كومبلكسي. تعرفوا كي راهم يبانوا لي هذو الناس راهم يحكموا، هذه لا مافيا تاع ربيع السراخ، راهم يبانوا لي كيما واحد الدري اللي كان عنده 4 سنين ما كانش عنده البولا، الله غالب مسكين. ومن بعد كيكبروا كانوا عندهم البولا، فيها مؤسسه امنيه، فيها مؤسسه عسكريه، فيها مؤسسه دبلوماسيه، بصح مازالوا عندهم عقليه تاع واحد اللي عنده 4 سنين لي مسكي ما كانش عندو بولا كي كان صغير ما كانش يلعب. دوكا راهم يلعبوا مع المؤسسة تاع البلاد، كارثة فوالا كارثة. راه من بعد عرفوا شنو دارو؟ جابوا باتريال دي شافوداج مع لا بوليس ساعة، ساعة هما قاعدين في الطريق باه يديروا باش على البالكون تاعنا تاع البيرو، باه هكاك غدوة الصباح إن شاء الله ما نقدروش نتلاقاو مع الشعب. سي كاتاستروفيك، كارثة. أنا نضحك، عفوا على نضحك باسكو ما على باليش كاع هنايا. عندي يومين غادي نبلوكي هنايا، ممنوع عليا ما نخرج. بوليسية راهم تحت، راهم يبهدلوا رواحهم. أنا على بالكم نقعد 20 سنة كيما هاك ألاز، على هذا الشيء ديما نقول لكم نقدر نقعد 20 سنة في الحبس ولا نموت نورمال، على بالكم نورمال. سا ما ديرونج ابسوليمون با، على بالكم. فوالا اللي يحكي لكم برك واش راه كاين،
رالي تحت إقامة جبرية في المكتب الرسمي تاع الحزب حركة الشباب والتغيير في دير عاصمة في البريد المركزي دونك لا غروند بوست. دونك مرحبا بكم دوما إن شاء الله سي بودي هنايا ما غاد وهي رايحة. فوالا أوني لا. دونك فوالا إيزون بخي لا فواتور، لا بوليس أ بخي لا فواتور، لا ميم فواتور كي إيتي أو كونسيي كونستيتيسيونيل le 4 mars 2014 et dans laquelle il y avait les 62 500 signatures. La même voiture, d'où elle est, Léo ? Mais je n'ai qu'à les communs. D'où elle a la police ? Qu'est-ce que c'est ? On va nous voir comme ça, oui, et qu'elle fait le dépannage au coach. Bon, bref, ça, c'est le côté marrant. Allez, et ben, d'accord, je suis là. Donc, on va voir comme ça, les plus graves. Elle a bien comme les dans la lira, le barah, ma khouda, Mehdi Ghali, خونا طاهر بيسوم ومترشحين الرئاسيه في وهران اللي قادر داها في وهران وشفتوا وسرا في لوتوغوت كميه بوليسي جداربي عسكري مخابرات حبسونا في لوتوغوت اون ديريكت درت لكم اللايف. ايبا خونا مهدي غادي نورمالمون يجي الليله اليوم هنايا في المكتب مع خونا طاهر بيسوم. واش داروا لخونا مهدي غالي؟ قبضوا في المترو اليوم في الجزائر وطردوه. وين طردوه؟ طردوه للسطيف باسكو هو اصل تاعو من السطيف كيما انايا اصل تاعي من بجايه وبشلف. بصح انايا ما قدروش يرجعوني ل عين مراد في شلف باسكو عندي مكتب رسمي هنايا في الجي. الو انايا بلوكاوني هنايا يومين، صافي يومين راني تحت اقامه جبريه مع 70 شرطه. وخونا مهدي غالي سي لا بخومييغ فوا مسكين راهي راهي صرالو هذه الضربة، راه في سطيف مسكين، فوالا اتصلت بيه ساعة، قال لي الحمد لله بصح قال لي خمس فواتير خمس طوموبيلات، دارك ألجي، ألجي بومبرداز، بومبرداز بويرا، بويرا برج، برج سطيف، فوالا دوكا مسكين راه في دارو في سطيف وممنوع عليه باه يجي غدوة إن شاء الله لألجي، كيف مع خونا طاهر بيسوم، كارثة. C'est grave. Trois candidats aux élections présidentielles et zéro C'est quoi votre problème? Vous avez peur de quoi? جبنا الاستمارات من الوزارة الداخلية استقبلونا، وهذيك الوزارة الداخلية اللي استقبلتنا اللي تطلع الاستمارات دوكا هي راهي تزير علينا بالإقامة الجبرية. ربي طردوا في الجزائريين، واحد سطيف، واحد وهرد، واحد عيد مراد ولا ألجي. وين رانا رايحين يا الشعب الجزائري؟ ونقول لكم حاجة ولا لا؟ هادو الناس راهم يحوسوا يبروفوكو فينا كيما قلت لكم. جو دو سوكومبري جامي ا سو تيب دو بروفوكاسيون ماكيافيليك. انا ما نقلق ما نطيح في البير تاعهم ما والو، ما على باليش كاع بيهم وعلى بالكم بيهم. معياو يزيرو عليا، معياو يبدعوني باه نتلاقى مع الشعب، معياو يزيروني باه ما نجيب الاستمارات. بلا بلش كاع بكم، انا الحمد لله ملف راه واجد، استمارات راه واجدين، والله ما على بالي كاع بكم، فهمتوني ولا لا؟ على بالكم بلي درستكم بزاف من 2014 وسر ضربة تاع مجلس دستوري، بصح الحمد لله ربي راه يكشف فيكم ديشا. لو كان ماكمش خايفين، خلونا ندورو نورمال، تلاقاو مع الشعب، نلبو الاستمارات، نقدمو الملف تاعنا لمجلس دستوري، ومن بعد الشعب هو يفوتي. من راكم خايفين من فوز اي بار دو كوا؟ فوز افي بور دو كوا؟ لا فوالا واش لا، باسكو على بالكم بلي تخسروا، على بالكم بلي الرئيس راه ميت ربي يرحمو، على بالكم بلي نتوما سراقين، وعلى بالكم بلي ربي يحاسبكم. انا ما نحاسبكمش والله ما على بالي كاع بيكم، ونزيد لكم ونعاودها لكم، ما نحاسبكم، ما حوس عليكم، ما ندخلكم للحبس، ما والو، ما على باليش كاع بيكم. بصح هاد وابو لا تلقايا
والله لا خلصتوها غالية، لا خاطري هذايا. والشعب الجزائري فهذي خاطية والله، على بالو كاع بيكم. طلع دوكا الشعب الجزائري براش يخاف كاع بكم، والله راكم تربحوا في العين برك، وغدوة إن شاء الله تشوفوا بعينيكم، تشوفوا في ألجي، في تمرس، في وهران، في أبو البواقي، في خنشلة، في جلفة، في غردية، في سطي، في غليزان، في عنابة، في سكيكدة، في قلمة، في بوستغالم، في تلمسان، في نضروبة، في تيبازا، في عين دفلة، في مسيلة، في تيارت، في تيسي مسيلت، في البيض، في أفلو. هي رايحة وهي رايحة، يا والله لدبتوا واش راكم ديروا. وزيد نعاودها لكم المؤسسات، والله بلادنا بركة مؤسسة أمنية، والله ريحي تروكي مؤسسة عسكرية، ريحي تروكي الفني كاع ما تدخلش روحك. والمؤسسة دبلوماسية ما كان هذا في الخارج يقولوا بلي هذو الناس راهم يحوسوا يديروا يقلبوا الجزائر كيما سوريا ولا كيما ليبيا كيما سمعنا. ويحيى هضر في لابيان، هذه الهضرة سي بون، هذه لا كاسيت سي بون، راهي مديرايا كاع يمكن لا تهضروا هذه الهضرة. فهمتوني ولا لا؟ سي تان ديسك غيي. الشعب الجزائري ما شاء الله راه واعي، راه مثقف، راه سلمي، راه قانوني، راه ديمقراطي، راه حضاري، كاع ما يطيحش في البير تاعكم. ومكان حتى واحد يحرك حتى حاجة، ومكان حتى واحد يكسر حتى حاجة. فجر وما يكسروش غدوة إن شاء الله، فهمتوني ولا لا؟ بصح نتوما إن شاء الله، تعرفوا واش نديرو؟ قبضوا طيارة وهربوا عند ميمتكم بفرنسا. باسكو غادي راكم مخبيين بزاف درهم، وكاين اتفاقيات درتهم في 5 أكتوبر 2016 بلي أي حاجة ديروها ما يصيرلكم حتى حاجة. بالك ماكرو يحبيكم بالك. قلتلك حنايا نبقاو هنا، ماشي في نيويورك، ماشي في جنيف كيما الرئيس أونتر كيمي، راه مازال في جنيف، هو راه ميت مسكين ربي يرحمه. حنايا رانا في وسط البلاد، مهدي غادي راه في سطيف، طاهر بن السوم راه في وهران، وانا راني في البلاد. وعلى بالكم انا خارج كاع منكم، انايا ما على باليش كاع منكم، ما على باليش كاع بيكم. جو سوي تخي اليز، ها راني شاد في قهوتي اليز في الجي، بخوتي بخواتاتي تخي تخي بيان الحمد لله. بسم الله، وراهي الزوج غير وربع، اي جو سوي اون ريزيدونس سورفيي ايليغال. كيما قلت لكم شحال من خطره، انا سي تان بليزير كي حبسوني ولا كي قتلوني ولا كي يديروني تحت اقامه جبريه، على بالكم نبغي المشاكل كي معايا هكا نكشفكم قدام الشعب الجزائري كامل. راكم عاقلين كي بديت المشيه الاولى، لا مارش الاولى من خنشله حتى الجزائر، ضحكتوا عليا راكم حاسين السلطات. اسمحوا لي، اول نوفمبر 2014 المشية الأولى درناها 669 كيلو، باه يكون تغيير سلبي في الجزائر. في ذاك الوقت كانوا يضحكوا عليا، كانوا يقولوا هو رشيد راه يمشي وحده ولا ثلاثة تاع الناس ولا أربعة تاع الناس. وي صح، ما كناش بزاف، بصح كمل لها لا مارش، وزدنا لا مارش الزوجة بين تيزي وزو حتى العين صالح 1255 كيلو. كودا شحال؟ 7-8، بصح تعرفوا شحال كملنا؟ كي كملنا في عين صالح كودا 25,000. من بعد لعبة تلمسان ألجي 600 كيلو ضد الفساد، من بعد زدنا مشية بين عين صالح وتيميبون فادي، باه يعني تكون السيادة الاقتصادية في الجزائر، هذه 2016. من بعد درتو تحت إقامة جبرية عامين، عامين قهوة ما شربتهاش في البلاد، عامين 2016 حتى الماي 2018. والحمد لله كومباتيت ريزيستيت، واليوم رانا 2019 راكم تشوفوا بعينيكم. ما راناش وحدنا دوكا، ما راناش وحدنا. ويعطيكم الصحة يا الشعب الجزائري، يا الشبيبة الجزائرية هنايا في الجزائر وفي الخارج. بارك الله فيكم، بيدو هاد المافيا تاع ربع سراق، بلي واحد كيكون عنده المبدا، كي عنده لي برانسيب وديتو صافيه، ربي يكون معاه والشعب يكون معاه. ويعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة. هذا هو الميساج تاعي تاع اليوم،
يا شاب جزائري ما تقلق ما والو، انا ما تقلق ما والو، هذه يومين راني هنايا اليز، نشرب ناكل نرقد، نتجمعوا مع الجزائريين والجزائريات، سافي بليزير سافي بليزير والله سافي بليزير. ان توكا رانا هنايا في الجي من بعد الجمعه، رانا هنا مرحبا بكم، وابقوا سلميين، ابقوا ديمقراطيين، ابقوا حضاريين، ابقوا قانونيين. اي واحد يقلقكم ما دوهاش كاع فيه، ما دوهاش كاع فيه. نو فيت با اتونسيون ا دو كيلكو بروفوكاسيون. حنايا نبقاو سلميين ونبينوا قدام العالم كامل باللي الشعب الجزائري ما راش في سوريا، ما راش في ليبيا، راه في الجزائر، بلاد استقرار، بي دو لا ستابيليتي دو لا بي اي دو لا سيفيليزاسيون. فوالا ورانا هنا والحمد لله راكم كاع بخير. غادي نشوف بلي كان بزاف مباشره ديك كيما هنايا، يعطيكم الصحه. اي صافي بليزير كي رانا في رحبه، لا كونيكسيون راهي تمشي تو فا بيان، بالك غدوه يحبسوها مانيش عارف. اون توكا يا السلطات والله راكم تكشفوا في روحكم وراكم تربحوا في العيب برك على بالكم. والعسكر ما كان لا تجي غدوه، ما كان لا اقعد في الحدود، الامن خلي الناس تمشي نورمال، ما كان لا دير مشاكل كيما درتوا البارح مع الناس تحربوا فيهم ضربوا فيهم. علاه ضربوا فيهم؟ على انتم كاع ولاد الشعب، كي الجنود كي الشرطه كي كي جرابيه، هاكم كاع ولاد الشعب. هذه راه مافيا على بالكم، كي كي تجي رحاله كاع يهربوا، والله لا كاع هربوا. يما كان تربحوا العيب انتم فادي، يا يا البوليسيه يا جرابيه، يما كان تربحوا العيب. هادو المافيا هادو اللي يعطيكم الاوامر هادو والتعليمات، كي تجي رحاله يقبضوا الطياره من البوفاري يروحوا لباري، يما كان لا تربحوا العيب. ما تصدوا لهم ما والو، ديروا خدمتكم، طبقوا القانون ما تطبقوش التعليمات. التعليمات تاع الديكتاتوريه، قانون تاع الديمقراطيه، ماشي كيف كيف. فهمتوني ولا لا؟ دونك ما تطيحوش البير تاع هذو المافيا، هما 40 برك هذا مكان، ما راهمش 5 ملايين ولا 10 ملايين، 40 برك. ما تخافوش كاع منهم، مصداقيه تاعهم كاع راحت، الشرعيه تاعهم كاع راحت. ما كان لا تعيوا في رواحكم، اتبقوا القانون، الشعب يحترمكم. كل مؤسسة أمنية، كل مؤسسة عسكرية، كل مؤسسة دبلوماسية، وهذو الناس اللي يعطوكم في التعليمات خارجين من القانون ما تبقوهمش، ما تبقوهمش. فوالا تهلا في روحكم. فوالا خونا مصطفى أمين قالنا دوكا بلي خونا عدلان بلاح طلقوه، على بالكم بلي الصحفي عدلان بلاح قبضوه اليوم، ما فهمناش كاع علاش، والحمد لله بلي طلقوه. سي أمين راك تكون في بيلي بلي تلقوه بارفي. ايبا الحمد لله رانا فرحانين بلي تلقو خونا عدلان بلاح، وشفتوا اليوم بلي ضربوا صحفيين، ما فهمنا والو. هذا البلاد كيما ضربوا صحفيين، يضربوا محاميين، يضربوا طبا، وين راكم رايحين؟ وين راكم رايحين؟ وفتلة من استعمار تاع فرنسا مع استعمار تاع الاثر، هذولا كيفاه؟ ماشي راكم مهابل توما؟ بغيت كيفو؟ شكون انتوما بضربوا جزائريين او بلس بالاسم الجزائر تاع الشهداء ربي يرحمهم؟ تستعقلوا شويه، استعقلوا. لعلو بليس يا الحكام، لعلو بليس، وخلوا الناس تعيش، خلوا الناس تعيش ديمقراطيه. اللي بغي ترشح يترشح، اللي بغي يولي رئيس خلوه يولي رئيس، يبغي يولي نائب خلوه يولي نائب، اللي يبغي يولي رئيس البلدي خلوه يولي رئيس البلدي. خلو الناس تعيش، هذه بلاد باش تحكم قاعد سالو فيها سي بون. ونا راني هنا ما نهربش، عطاتشو راني في البلاد، رشيد دكاس ما يهربش. يما كان لا تكلو في بانا ربان، انا ما نهربش، نقعد هنايا في وسطكم ونميزركم وكاع ما تقلق ما والو. بصح سراق نسميه سراق، ميت نسميه ميت، خاين نسموه خاين. فهمتوني ولا لا؟ فوالا يما كان لا غدوة تحبسوا طرقان ولا تحبسوا الانترنت ولا راكم تشبهوا تبهدله في العالم كومبلي. يما كان لا، وما نخافوش كاع منكم، والشعب الجزائري كاع ما يخافش منكم. بصح اللي خاطينا الفوضى،
خطيرة الفتنة، يبان كلا تخوفوا في الشعب وتخوفوا في الباريكاد وفرنسا وانجليزا، كنت تقولوا او لازم تعاودوا داخل الجزائر تولي كيما بكري كيما الايران ولا مش عارف. ايه سي بون درسنا التاريخ، ما رناش في 91، سي بون سي بون ولا لا؟ استعقلوا فوالا. دونك نعطيكم موعد ان شاء الله غدوه بعد هنا الزوج من بعد الجمعه اليز شربوا قهوه هنايا في لا غروب بوست، لا غروب بليزير، مرحبا بكم ويعطيكم الصحه وليلكم سعيده وتحيه الجزائر وربي كبير. صباح الخير.